إن الكلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ليس بالأمر السهل، لأن نحن مو أمام شخصية تاريخية احتلت مكانة مرموقة في المجتمع الإسلامي وبس، عشان نقدم في المبحث مرادفات هذه الشخصية من خلال التراث الإسلامي المكتوب مثل ما نتعاطى مع أي شخصية أخرى، بل نحن أمام شخصية قدمها الله تعالى كإنسان كامل وفق خطوط رسمها القرآن الكريم وحددت معالمها شريعة الإسلام العظيم. ولذلك كانت حياة الإمام عليه السلام تجسيدا للإسلام، ولذا نحن حينما نقدم الإمام عليه السلام فنحن نقدم الإسلام بأبهى صورة وأدق تطبيق. فعلينا أن لا ننظر للإمام عليه السلام كشخص عاش في التاريخ، بل أمير المؤمنين عليه السلام تجاوز زمانه ومكانه ليكون المحور الذي تصاغ على أساسه الحضارة الإسلامية. في ذكرى استشهاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، مو كافي فقط أن نتبادل التعازي ونقيم المأتم، فالإمام صلوات الله عليه معلمنا ومثالنا الأعلى، وعزائنا بالإمام وحبنا له يكبر كل ما تعلمنا منه أكثر وكل ما طبقنا دروسه في حياتنا. فالإمام منهاج حياة، وما أجملها من حياة. تعلمت من أمير المؤمنين عليه السلام الكثير، ولا زلت أتعلم، ولا يمكن أن أرتوي من مناهل علمه. علمني علي أن لا أطلب السلطة، أي سلطة لذاتها، وإنما من أجل الإصلاح وإقامة العدل. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. علمني علي الانشغال بعيوبي عن عيوب الناس. يقول الإمام عليه السلام: أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله. وقال أيضا: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. علمني علي أن يكون المعيار معيار تقييمنا لأنفسنا والآخرين هو الإنجاز دون أي شيء آخر. يقول الإمام عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. علمني علي أن أبدأ بنفسي أولا، وأن أعلم الآخرين بسيرتي وليس بلساني، حين قال أمير المؤمنين عليه السلام: أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان. وقال أيضا: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر. علمني علي أن أبحث عن الحكمة أينما كانت، فقال عليه السلام: خذ الحكمة أنا كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن. ويقول عليه السلام: الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. علمني علي الإنصاف، فمن لا إنصاف له لا دين له، وهو مطلوب في كل شيء. فيقول أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليه السلام: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، واحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك. هذا هو علي الذي فقده العالم في مثل هذه الليلة، فعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاده. وصلى الله عليك يا أبا الحسن.